Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut tout le monde. Bienvenue chez SPC Yusuf. Inch'Allah bihawlillah, demain radin kemmelo la sémiologie de l'appareil digestif. Il a déjà pris na fiha. La halaqa sabiqa di la sémiologie. Ikhwan, باش نبي لكم واحد القضية. هادي راه 11 ديال الليل, 11 ونص تقريبا. ويلاه كنسجل في هاد الحلقة. يلاه رحت لكم حلقة ديال الهيستولوجي, ودابا كنسجل في هاد الحلقة ديال لا سيميولوجي. اللي بغيت نبين لكم انه فريمون ما كنضيعش الوقت, فاذا كان عندي الوقت خاوي راه كنعطيه لكم بلا ما نتردد. كندير الجهد الماكسيموم باش انني نحط لكم حلقات كتر وكتر ونفهمكم بطريقه ابسط واحسن واحسن, فكنوجد لي كور يعني باسرع مده نقدر نوجدهم, وكنحط وكنحاول نسجل اون مونتي دغيا. لذا اذا جبرتو شي هفوات ولا شي اخطاء حاولوا ديكلاريو في لي كومونتير. والحاجه الوحيده اللي كنطلب هو تنشروا هذه الفيديوهات على اوسع نطاق ممكن. هذه هي المساعده البسيطه اللي تقدروا تقدموها لعشان, واللي تقدروا تقدموها لخوتكم اللي باغيين يشوفوا بحال هاد الدروس هادو اللي يستافدوا منهم. بلا ما نطول عليكم في هاد الشيء هذا, ندخلوا في الاساسي. كما كتعرفوا الحلقه السابقه شفنا سيستم ديجيستيف يعني في لاسيميولوجي, ودرنا على أربعة ديال لي سامبتوم سنيناهم ولله الحمد. دابا غادي نشوفو في الحلقة الثامنة ولا ليبيزود 8 نشوفو جوج وحدة أخرين اللي هما لوكي كيما كتشوفو, وتاني واحدة نشوفو هاد النهار هو لا كونسيباسيون. هادو هما الجوج اللي غادي نشوفو هاد النهار وغادي نديطايو معاهم واحد شوية. اوكي, جوج الأخرين ما غاديش نشوفو هاد النهار. غدا إن شاء الله إلا قدرت نسالي هاد الحلقة هاد النهار ونحتها لكم, غدا ان شاء الله غادي نلوح لكم حلقه اللي غتهضر على لا دياري و لي ماتيمات. دابا غادي ننتقلوا, غادي نبداو بالزربه مع لوكي. لوكي غادي نحكي لكم عليه واحد القصه اللي زوينه وبسيطه وسهله. لوكي اصلا كلمه اللي بسيطه وكتحفظ دغيا لو اوكي, وهي بكل بساطه بالعربيه هي الفواق ولا ما يسمى بالحزوقه. وهاد الفواق هذا هو على هذا الشكل هذا كما تسمعوا دابا, هذا هو الفواق. فشنو هو هذا الفواق؟ واخا في المجمل هو ما عندوش واحد ديفينيسيون لي سبيسياليزي ولا اللي كتوصف داك الفواق, ولكن الديفينيسيون ديالو هي تعريف لشنو كيوقع في الجسم ديالنا خلال هذا الفعل هذا. متبعين معايا الاخوان؟ حاولوا تركزوا معي وتركزوا بشكل اللي هو كبير. اوكي, فنبداو القصة ديالنا. انت مريح مع مارينطار ديالك كتاكل في الطبلة, شوية الأخ الصغير ديالك جاتو الفواقة وبدا وما بغاش تحبس له واحد المدة معينة. انت هو الطبيب ديال الدار, هو الانفيرمي ديال الدار, فضروري خصك تدخل صافي. ولكن نفترضوا انك تدخلتي وحلتي المشكل وهادشي اللي غنشوفوه من بعد كيفاش درتي. سولوك مارينطار, ولدنا بغينا نعرفو شنو هاد الفواق اصلا, حنا كنبداو نديروه ديما, واش مرض واش شنو؟ فهم لنا. غتقول لهم شوفوا هذا بعدا واحد لاكت اللي كيجي بروسك, يعني سي تي بروسك كونتراكسيون. شنو هو هاد بروسك؟ شنو هو بروسك؟ بروسك هو مفاجئ صافي. شنو كيوقع؟ كيوقع واحد لا كونتراكسيون ديال الديافراغم. هاد الكونتراكسيون كتكون انفولونتير و انكونترولابل. سهل علينا استاذ الله يرحم والدي. واخا غتقول لهم مانيطار ديالكم, يعني هما راه ناس بساط خصك تفهم لهم بالخشيبات. فشنو غتقول لهم؟ غتقول لهم شوفوا عندنا واحد العضله ميسكل كيتسمى الديافراغم. هاد العضله هذا كتفرق لنا ما بين سيستيم ريسبيراتوار والسيستيم ديجستيف, ما بين الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. هاد العضله هادي مهمه بزاف باش نقدروا نتنفسوا مزيان. هايقولك شنو داخل ديال هاد العضله؟ غتقول لهم هاد العضله اللي سميتها الديافراغم كيوقع لها انضغاطات دي كونتراكسيون. هاد الانضغاطات كيوقعوا باستمرار, هي في الحقيقه كتكون ما كتضغطش. فشنو شنو الدور ديالها؟ الدور ديالها هو انه فاش كندخلوا النفس كتخلي كتدفع بالسيستيم ديجستيف شويه لتحت, وكتخلي واحد المساحه باش يكبروا للرئتين ديالنا. وفاش كنخرجوا النفس كان
كتصغر الرئتين ديالنا وكترجع داك الديافراغم بحال كتدفع الرئتين الفوق. هذا هو الدور ديال الديافراغم. واخا ولدي، ولكن هاد الانضغاطات ديالو كيفاش كيديروا يسبوا لنا داك الصوت ديال كيفاش؟ ما فهمناش. تقول لهم انا غادي نفهم لكم. شوفوا، فاش الديافراغم لاي سبب من الاسباب اللي غادي نذكروا من بعد كيوقع له داك الانضغاطات لاي سبب، كيبدا كيبقى ديك الكونتراكسيون لي انفولونتير و انكونترولابل، يعني انت ما تقدرش تتحكم فيها. موراها بالضبط كتسد لنا لا غلوت، كتفيرماتور دو لا غلوت. اشنو هي لا غلوت؟ لا غلوت هي اللي كتشوف في الصوره، هي بحال لا بغيتي تقول البوابه ديال لو سيستيم ريسبيراتوار اللي كتحل وتسد، ما كتخليش الماكله ولا الماء ولا الشراب يدخل لنا للسيستيم ريسبيراتوار. برافو، فهم متبعين معايا دابا؟ واخا. ولا واحد سبازم ابدومينال، كيفاش سبازم ابدومينال؟ مور ما كتسد لنا هاد لا غلوت كيوقع لنا واحد سبازم ابدومينال، هو تشنج الابدومين ديالنا، البطن ديالنا. هاد سبازم ابدومينال شنو كيوقع موراه؟ موراه بالضبط كتوقع واحد الشاس بريسك دير اللي كينتج لنا منه، هاد الشاس بريسك دير ديال الهواء اللي كيرجع كينتج لنا منه واحد الفيبراسيون، يعني فيبرور. هاد الفيبراسيون ديال لي كورد فوكال، ولي كورد فوكال راه قريناهم في سيستيم ريسبيراتوار، منهم كيخرج لنا الصوت، من لي كورد فوكال كيخرج لنا الصوت. هاد لي كورد فوكال فاش كيوقع لها هاد الفيبراسيون هي اللي كتعطي داك لو بروي دو هوكي ولا ديال هوكي ديال دابا عرفتو منين جا هاد لو بروي، كيفاش دار تنتج لنا بكل بساطة. ف هاد لو بغوي شي مرات كيقدر يتفاق وكي يمشي حتى كانه كيرجع بحال لابوامو. شنو هاد لابوامو؟ هو النباح، يعني ماشي نباح بحال النباح ديال الكلاب، ولكن مثل النباح. هادي الا شتي شي واحد عنده بحال هكا راه تاغرافا شويه هاد القضيه، وخصو انه يشوف الطبيب ضروري. دابا فهمنا مزيان الديفينيسيون بكل بساطه، فهمتيها للناس اللي معاك ديك الساعات غادي يقولوا لك من بعد ايوا شنو غادي نديروا دابا الخوك. غتقول لهم كيف ما شفتي انا درت له، عطيتو غير واحد شويه ديال الماء وشربو، انت عطيتيه شويه ديال الماء وشربو ومشات له لوكي. ولكن بزاف ديال الناس ما كتمشيلهمش بهذه الطريقه، لذا عندنا بزاف ديال الطرق خصك ديرهم. لو رول انفيرمي اللي هو غادي نشوفو دابا. واخا، شنو قلت لك في الديفينيسيون؟ قلت لك بان الاصل ديال ديك لوكي ديال ديك الفواقه هي الكونتراكسيون ديال الميسكل ديال الديافراغم، ياك؟ اذا الا بغيتي توقفها خاصك توقف ديك الكونتراكسيون بكل بساطه. فشنو خصني ندير باش نوقف هاد الكونتراكسيون ديال هاد الميسكل هذا؟ اولا نجرب الطريقه الاولى، شنو هي؟ ليموبيليزاسيون دو سو ميسكل ديافراغماتيك، سواء اون اسبيراسيون سواء اون اكسبيراسيون كالم لو كيبيني. اشنو كيعني هاد الشيء؟ راه ما فهمناش. يعني انت باش توقف ديك الكونتراكسيون غادي دير واحد لانسبيراسيون اللي عميقه، تاسبيري مزيان وتحبس، غادي تستوبي غتحبسها واحد 6 ديال السكوند، عقل معايا مزيان، 6 ديال السكوند. ابري غادي دير واحد ليكسبيراسيون اللي غتكون شويه لونت، يعني بطيئه على هاد الشكل هذا. مثلت لكم مزيان ياك؟ تفهمنا؟ هذه حاجة الاولى، الا نجحت راه مزيان، ما نجحتش ندوزو على الطريقه الثانيه، فير اون اكسبيراسيون فورسي لا غلوت فيرمي. شنو كيعني؟ يعني غادي دير واحد ليكسبيراسيون لي تري فورسي، لي يعني شديده، باش ما تخليش ديك لا غلوت فيرمي. صافي، بحالاش؟ بحال هكا. صافي، الا ما نجحاتش شنو غادي نديرو؟ انجيسيون دو فخواد طوندي كو لون روتيان لا ريسبيراسيون. كاين هاد الشيء، غادي تشد واحد الكاس ديال الماء بارد وغادي تعطيلو غادي يشربو بحال اللي درتي الخوك في داك النهار، ومزيان رجع مزيان. صافي، الا ما نجحاتش شنو غادي نديرو؟
بلاصي اون فيسي دو غلاس سور لا ريجيون ايبيكاستريك، يعني غاتشد واحد فيسي دو غلاس وغادي ديرها له في الريجيون فوق المعدة، ديك الجهة ديال الديافراغم، حدا الديافراغم في نفس النيفو فوق المعدة. اوكي، غتحطها له تما واحد شوية وغادي يولي مزيان. وحده من هاد الطرق غادي تخدم له ان شاء الله وغادي يولي بخير. واخا استاذ احنا درنا الطرق كاملين ما خدمت حتى وحده، الا ما خدمت حتى وحده وكان هذاك السيد اللي وقع له لوكي كبير، غادي تستنى 24 ساعه من بعد تمشي لعند الطبيب. لان شوف الا جينا نشوفوا الاسباب اللي كدير لنا لوكي ولا بالضبط اللي كدير لنا ديك لي كونتراكسيون ميسكولير ديال الديافراغم، راه كاينين بزاف من هادي مالادي كبار، من هادي مالادي عاديين، ومنها ايضا شي حوايج اللي كيقدروا يكونوا هي عادات يوميه. بحالاش؟ بحال الاكل بالزربه، الهضره او ميم طون انت كتاكل كتضحك بشي طريقه اللي غير عاديه. هادشي اسباب اللي كتوقع لنا يوميا، ولكن كاين حتى اسباب مرضيه. هاد الاسباب كتختلف وكتتعدد بشكل كبير، لا يسع الوقت الى ذكرها، وحتى الزمان والمكان مازال ما موالميش حتى ان شاء الله بحول الله تكمل العام الاولي ديالك، وديك الساعه تبقى تعرف هاد الاسباب وحده بوحده. صافي، متفقين؟ كنظن بلي طولت، كنحاول انني ما نطولش، ولكن كنحاول او ميمتو انني نشرح لكم بشكل اللي هو عميق باش تفهموا كل شيء. الى عند الكبير بقات اكثر من 24 ساعه كيمشي لعند الطبيب، الى واحد نوريسون يعني مازال نوريسون ولا مازال حتى نوفوني وقعت له اكثر من 3 ديال السوايع خصو يمشي لعند الطبيب. نوريسون نوفوني خصو يمشي لعند الطبيب قبل مور 3 ديال السوايع، ادولت خصو يمشي عند الطبيب مور 24 ساعه. اتفقنا الاخوان؟ دابا الا قالك شي واحد انايا لوكي تقدر تعطيه ديفينيسيون تشرحها له مزيان، وغتقدر تعطيه لو رول انفيرمي وشنو خصو يدار بشكل اللي هو مفصل. هاد القضيه ما نرجعوش نهضروا عليها، كنتمنى تكون دخلت لكم للراس وبشكل اللي هو جيد. خوط لي نوت ديالك، حفظ ديفينيسيون مادام انك فهمتيها، وكما كنقول لك ديما ونصحك ديما لي نوت كتاخذهم بالطريقه ديالك بالشكل اللي كتبغي انت. ننتقلوا دابا بلا ما نتعطلوا للكونستيباسيون. دابا نشوفو جميع شنو هي لا كونستيباسيون. لا كونستيباسيون كوم ديفينيسيون هي سيليميناسيون دي سيل دور دي ان سيجور تري لون دون لانتستان. ايل اكزيست ان رالونتيسمون دي ترانزيت انتستينال كي اي نورمالمون دو 36 اور. هذا هو ديفينيسيون. كنعرفو كاملين شنو هي لا كونستيباسيون ولا كيما كنسميو بالدارجه العصم، واخا وكنسميو بالعربيه ايضا الامساك. العصم، الامساك، الكونستيباسيون، اشنو هو هادشي هذا وكيفاش كيوقع وعلاش كيوقع وشنو هو الدور ديال الانفيرمي فيه. هادشي هذا اللي نقول لكم دابا وباختصار، فحاولوا تركزوا معي. اولا الا جاك شي واحد عنده كونستيباسيون غادي تحاول تسولو هاد الاسئله التاليه. غتقول له انت فاش كتمشي دير لي ليميناسيون ديال لي سيل ديالك تخلص من الفترات، واش كتخلص منهم اكثر من 3 المرات في السيمانه ولا اقل؟ غادي يقول لك قل. اذا فانت عندك كونستيباسيون. واش غير كتمشي تخلص منهم مور سيمانه ولا مره في السيمانه ولا جوج المرات في السيمانه؟ واش كيجيك الامر دور يعني واش كيجيك الامر صعيب؟ كيقول لك وي. اذا انت عندك كونستيباسيون جوج ديال الحوايج، خصو يكون ليميناسيون ديال لي سيل دور صعيب، وخصو يكون داك السيجور قل من 3 ديال المرات في السيمانه. يعني خصك تكون كتدخل للتواليت قل من 3 المرات في السيمانه، والتخلص من الفترات ديك خصو يكون دير. الا تزدت واجد الشروط راه عندك كونستيباسيون لا محاله. واخا، ها هي عندي كونستيباسيون، قال لك اشنو المعمول؟ غتقول له شوف خليني نشرح لك كيفاش كتوقع الكونستيباسيون. الكونستيباسيون عندها بزاف ديال الاسباب، بزاف ديال الاسباب، منها اسباب مرضيه ومنها اسباب غير مرضيه، لانها كتوقع للناس اللي ما مرضينش وكتوقع للناس اللي مرضين. فاشنا هي الاسباب لا مرضيه؟ من الاسباب لا مرضيه هي انك فاش كتجيك السونساسيون ديميناسيون ديال ليليميناسيون ديال لي سيل، يعني الاحساس باش انك خصك تخلص من دوك لي سيل، ما كتمشيش كتحاول تزير راسك. يعني ديك هذاك غلط بحد ذاته، لانك كتفرض على نانتستا انه يبخيس هذاك الشيء ويزيرو مزيان ويخليه واحد الكتله اللي بحال بغيتي تقول صلبه، تما كيجيك كونستيباسيون. ولكن ديك الكونستيباسيون كتكون عابره.
سبب واحد اخر هو الضعف ديال واحد العضله اللي كتكون حدا لانيس، صافي. هذا سبب واحد اخر. وكاين اسباب كثيره، منهم تغير لاليمونطاسيون، يعني تغير ديال طريقه الاكل ديالك ولا ديال الحوايج اللي كتاكل. هادو من بين الاسباب اللي كيديروا لنا الكونستيباسيون. كاين الاسباب المرضيه، منهم الديابيت، يعني السكر هو يقدر يدير لنا الكونستيباسيون، وبزاف بزاف ديال الامراض ديال القولون، يعني ديال الكونتيستان. وايضا هناك بزاف ديال لي باثولوجي اللي يقدروا يسببوا لنا الكونستيباسيون. الا كانت اسباب لا مرضيه غادي ننصحك دير هادشي هذا، ولكن الا كانت الاسباب مرضيه خصك تمشي للطبيب. راه تقدر تنتقل من كونها ابيتويال، ولا من تقدر تنتقل من كونها نورمال عاديه جدا لكونها كرونيك دائمه كتجيك في كل مره، صافي. فلذا خصك تبع هاد لي كونسي اللي غادي نقول لك دابا، وغادي تخلص منها بحمد الله ان شاء الله بعون الله. قول واخا تكل على الله. يقول لك اول حاجه خصك، كنكونسيك انك دير ان ريجيم ريش اون سيلولوز. سير جوجل كتب ريجيم ريش اون سيلولوز، غادي يعطيك الاغذيه اللي فيها السيلولوز، حاول انك تاكلها، صافي. تافقين. ثاني حاجه لاليمونطاسيون دو ايتر كوبيوز اي لي بواسون ابوندون، يعني هادشي هذا استاذ، يعني حاول انك لاليمونطاسيون ديالك تكون مزيانه والكميه ديالها حتى هي مهمه، اي اون بليس تكون لي بواسون ابوندون، الكثره 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 ديال شرب الماء ديال لي بواسون بصفه عامه واكثر الماء. فالواحد الا كان عنده كونستيباسيون حاول تنصحو من جوج لتر حتى ثلاثه لتر في النهار ديال الماء. شنو غادي يفيدني الماء استاذ؟ على عجاله غادي نقول لك شنو غادي يفيدك الماء. داك لا كونستيباسيون هي عباره عن تصلب لداك لي سال عندك في القولون، يعني في الكونتيستا. داك التصلب هذاك شنو كيدير له الماء؟ الا شربتي الماء، الماء كيمشي لك البلايص وكيحاول انه ما يخليش لي سال صلبه، فكيحاول انه يطريها. ديك الطره ولا ديك ليميديتي اللي كيعطيها الماء هي اللي كتساعد هاد الجسم في انه يتخلص من الكونستيباسيون. هذا يعني حاجه من الحوايج اللي كيديرها الماء واللي كيساعد فيها. ثاني حاجه شنو غادي ندير عاوتاني؟ ليجيان دو في. ليجيان دو في اللي هو النقاء، اللي هو النظافه. كونسيي ابيتود دالي اور فيكس على سيل تو لي جور، يعني غادي ننصحك انك تمشي تقضي الحاجه ديالك كل نهار في واحد الساعه محدده، تمشي كل نهار واخا ما عندكش لا سونساسيون دي ليميناسيون دي سيل، ولكن سير كل نهار في واحد الساعه اللي فيكس. اتفقنا؟ زيدني أستاذ شنو ندير؟ إيفيتي لا سيدونتاريتي، فار دو لا مارش أو كغون إير أو موان أون دومي إير باغ جور سي بوسيبل أن أوتر سبور. شنو كيعني هادشي هذا؟ يعني غادي تمارس واحد الرياضة، ولا غادي على الأقل تمشى واحد نص ساعة في النهار، ولا تجري، ولا دير اللي بغيتي. هادشي هذا كيساعد بواحد الشكل اللي كبير وكبير كبير بزاف باش أنك تخلص من الكونستيباسيون. بواغ دو لو فخواد لو ماتان عجا. شنو كاين هادشي هذا؟ يعني الصباح الما شويه بارد، ماشي بارد بزاف، تاخذو في الصباح وتاخذ مزيان، تشرب مزيان، حتى هي من الحوايج كيما قلت لكم اللي كيساعدوا في التخلص ديال الكونستيباسيون. لي كونساي باينين واضحين، كلشي واضح. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الفيديو يكون مفيد، وتكون لا كونستيباسيون مفهومه ومفهوم ديفينيسيون ديالها ومفهوم كلشي. وثاني حاجه تكون لوكي هي مفهومه والاسباب ديالها مفهومين ولوغول اللي خصك دير تا هو مفهوم. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقني لخير ما يحب ويرضاه. اسمحوا لي عييت بزاف الا كنت قصرت في الشرح، فاسمحوا لي بزاف. كان شي سؤال، شي استفسار، شي حاجه ديروها لي في الكومونتير. الا قدرت نمونتي ونسي دابا غادي نديرها، ما قدرتش حتى غدا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نشروا الفيديوهات كما كتعرفوا ديما، اللي بغى يدير النجم يديرها. وكنتمنى لكم يوم سعيد. السلام عليكم.